في شخصيات سابت بصمة عليكي ما راحتش بعد ما لعبتيها؟ يمكن أكتر شخصية بصراحة يعني أتمنى إن هي ترجع تاني شخصية سكر. سكر؟ آه طبعاً. هاي شوجر. هاي شوجر. أقول لك ليه؟ لأن أنا كنت حباها. مبهجة. وعجباني ومبهجة. في عندك تعريف للاستمتاع إن أنت تعيشي حياتك مستمتعة، ده ليه تعريف، كل حد عنده تعريف للحب، تعريف للسعادة، تعريف خاص بتاعك بتعني لي. تعريف خاص بتاعي أنا حطيني في أي حتة فيها طبيعة حلوة. وفي حاجات كتير أنا بحب دايماً أعمل حاجة. ممكن أكون بخيط حاجة، بطرس حاجة، بعمل كروشيه، فاهمة؟ لازم أحس طول الوقت في حاجة شغلاني، في حاجة عايزة أعملها. قناع ولا اقتناع لما تنشري لنفسك لحظات سعيدة على السوشيال ميديا وممكن تكوني في الوقت ده وانت بتنشريها انت مش بالفعل سعيدة؟ بصي أقول لك حاجة، أنا ما بنشرش حاجة إلا لما أبقى فعلاً سعيدة. يعني لو هنتكلم عن حياتي الشخصية، ساعات بحس إن الكتر الحاجات دي، يمكن عشان أنا مختلفة شوية، أنا ما بحبش أتكلم كتير وأحط حاجات صور كتير إلا فعلاً مثلاً حاجة عجباني. أنا بحب أصور، فبحب الفوتوغرافيا، بحب لما أصور صورة حلوة أحب أحطها. لكن مش هتلاقي الإنستجرام بتاعي، هتلاقي بين صورة والصورة هتلاقي فيه فترة في وقت كتير يعني عدى. مش من الناس اللي هو أول بأول أحب أقول وأحط وأنا سافرت وأنا عملت وأنا، يعني أنا ما بحبش كده. بس في ناس تانية بتحب، أوكي يعني. ما الحياة ما بتعرفش المنح المجانية. هنطلع فين كده يا منى؟ لسه بقى فوق. المفروض كنتوا تسموا البرنامج بين السماء والأرض. يتدوخ شوية. ما بتخافيش من المرتفعات؟ لا بكرهها. بجد؟ بكره. مش باين عليكي خالص. يعني بكرهها. مش باين عليكي خالص. أنا شخص أرضي يعني. باين عليكي اللي هو عادي. بحب الدور الأرضي قوي. بجد؟ الدور الفوق ده ما بحبوش. حكم قناع النجومية خلاكي تفرضي هشام عاشور على مسلسلك وعلى فريق عمله؟ لا قناع طبعاً، ما أقدرش أفرض أنا حد. تقدري تتوسطي أو تقدري تتوددي؟ لا خالص. هو حقيقي ما كانش عارف إن أنتي في المسلسل أو إن ده مسلسلك؟ لا كان عارف طبعا. لا ازاي؟ لا عارف. بس هشام الحقيقه هو احنا اشتغلنا مع بعض، عملنا مسلسل روز وليلى بس لسه ما اتعرضش. هو راح عمل اوديشن مع المخرج الانجليزي اللي كان موجود في المسلسل، وانا ما كنتش عارفه حتى يعني خالص. هو عمل اوديشن من غير ما انت تعرفي؟ لا ما اعرف. لا انا ما كنتش عارفه. الهجوم عليكي بسبب القصه دي ضايقك او ازعجك؟ لا خالص. ازعجه؟ ممكن يكون يعني بينه وبين نفسه لو قرا الخبر يعني. بس بصي انا ما بخافش من الهجوم لان انا في بدايتي اتهاجمت، ونجوم كتير قوي اتهاجموا، ممثلين كتير اتهاجموا. يعني البدايه دايما تبقى صعبه عموما يعني. من حق النجمه ان يكون ليها طلبات وشروط في اي عمل بتدخله؟ يعني انا لو ليا شروط وطلبات هي كلها بتبقى في اطار الشغل. يعني ممكن نناقش السكريبت، ممكن نناقش حاجات إخراجية، آراء يعني. لكن وانس إن أنا بدخل المسلسل في مخرج، هو بيبقى طبعاً الرؤية بتاعته، وده أهم واحد يعني في اللوكيشن. فريق العمل اللي هتشتغلي معاه مش من اختصاصك أو مش المفروض تبقي موافقة إن أنت تشتغلي معاهم؟ مدير تصوير، مخرج، مؤلف، ممثلين؟ لا يعني لو مؤلف مش موافق عليه مش هشتغل العمل ده يعني. طب وباقي الفريق؟ لا بصي المخرج يعني انا في الحته دي دايما ببقى very professional. المخرج اللي انا هشتغل معاه لازم اكون واثقه فيه 100%. لكن ممكن ادي رايي مثلا لو في اختيارات لحاجه معينه، اكيد ممكن ادي رايي يعني. بتدي رايي في اختيارات زمايلك اللي بيشتغلوا معاكي او ادوارك المساعده؟ عمري. مدير تصوير؟ الا لو في اختيار معين او لسه ما جابوش مثلا كاست، طب مين ده ولا ده، ولا ستايل مدير التصوير ده يمشي معانا اكتر، ولا يعني هي كلها بتبقى حاجات تكنيكيه. بس انا بحب المخرج هو اللي يبقى مسيطر. انا دايما بشتغل مع مخرجين اقوياء. ايه حكمك او تقييمك لهشام عاشور كممثل؟ لا هشام ممثل كويس،
ما عندوش خبرة طبعاً كبيرة لسه، يعني بحكم الأعمال أنت دايماً بتاخدي الخبرة من كترة الأعمال اللي أنت بتعمليها. لكن أنا يعني ممثل مش كويس لكن خبرته محدودة. الإيه؟ لا هو ممثلة تقيلة بتقول رأيها في ممثل، يعني نتجرد شوية نتجرد شوية. يعني هو عنده موهبة بس ما عندوش الخبرة لقلة أعماله. بصي يعني بالتأكيد أي بني آدم في الأول أو لو هنتكلم عن الممثل بتاخد الخبرة من الشغل، حتى لو أنت بتاخد كورسات وبتاخد يعني زي ما تقولي دروس، حتى لو بتشتغل على نفسك الوقوف قدام الكاميرا بيبقى شيء مختلف طبعا خالص، وحسب الدور كمان اللي انت بتعمله. عقبال ما الممثل يعرف يلاقي الجانر اللي هو يبقى كويس فيه، كوميدي هل تراجيدي هل اكشن، بتاخد فتره، لان عقبال ما تلاقي العمل المناسب انت تضيفي له وهو يضيف لك العمل. فدي حاجات بتيجي بالخبرة. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.